مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم اليومي همزه وصف. نتواصل معكم في مجموعه من الموضوعات بالاضافه الى موضوع رئيسي طبعا دائما ما يكون هو ليه الاولويه في حلقتنا. هذا الموضوع دائما ما يدور في فرج حياتكم، بالاضافه لمتابعتنا بقى على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الاخبار لاهم الاخبار وحقيقه هذه الاخبار واهم الترندات. خلونا نقول لكم النهارده على احد الاخبار التي تابعناها، وهو عدم توفر أدوية البروتوكول العلاجي للمخالطين والمصابين بفيروس كورونا أثناء العزل المنزلي. وزارة الصحة أكدت على تجهيز 8 ملايين جرعة للمخالطين وكذلك مليوني جرعة للحالات المصابة التي تخضع للعزل المنزلي من خلال تسيير 1000 عيادة متنقلة على مستوى الجمهورية لتوزيع هذه. طبعا احنا بنتكلم على 10 ملايين جرعة، 8 ملايين للمخالطين و2 مليون للحالات المصابة اللي بتخضع للعزل المنزلي. وأكدت الوزارة توفر مخزون استراتيجي كاف ومطمئن من المواد الخام اللازمة لصناعة الدواء في مصر. أشارت الصحة المصرية إلى نجاح الدولة في توفير معظم الأدوية للمواطنين بصناعة وطنية محلية. نفت الوزارة وجود أي أثار أي تأثير لأزمة فيروس كورونا العالمية على صناعة الدواء في مصر، واكدت على استمرار المستشفيات الخاصه في تقديم الخدمه الطبيه اللازمه للمصابي فيروس كورونا وفقا للشروط التي حددتها الوزاره لضمان سلامه كافه المتواجدين بتلك المستشفيات. واشارت ايضا الى التنسيق الدائم مع المستشفيات الخاصه للتاكد من توافر كافه الادويه اللازمه لعلاج مصابي فيروس كورونا. نتاكد من هذا الموضوع اكثر معنا عبر الهاتف الدكتور علي عوف، رئيس الشعبه العامه للدواء باتحاد الغرف التجاريه. دكتور علي، تحياتي. نحن نتحدث حتى نعود الاتصال بالدكتور علي. نتحدث الآن عن 10 من مصابي الفيروس، وتأتي تلك الخطوة بعد نجاح التجربة التي تم تطبيقها في مصر على عدد من الحالات الحرجة في المستشفيات، وأظهرت نتائج مبدئية مبشرة من خلال نسبة تعافي جيدة للمرضى. وكانت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد أشارت إلى أنه في خطوة هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط سيكون هناك تعاون بين الوزارة ممثلة في خدمات نقل الدم القومية عبر حملة لتشجيع المواطنين على التبرع بالدم، ويؤدي نقل بلازما الدم من أشخاص متعافين إلى المرضى المصابين إلى تقوية أنظمتهم المناعية الضعيفة، حيث تحتوي البلازما في تلك الحالة على أجسام مضادة لفيروسات كورونا. وفي إطار جهود الوزارة للتعامل مع الفيروس، أشارت وزيرة الصحة إلى أنه يتم زيادة أعداد المستشفيات المتعاملة مع الحالات المصابة طبقا لما يتم رصده من زيادة في هذه الأعداد، هذا إلى جانب ما تم اتخاذه من قرارات تتعلق بتفعيل تشغيل العديد من المستشفيات العامة والمركزية على مستوى المحافظات. طبعا مع مشاهدينا الكرام هذا التقرير السريع حول موضوع حلقة اليوم، ودعونا نبدأ ب سؤال الخبراء حول بلازما الدم، ومعي الدكتور أشرف عقبة رئيس قسم المناعة والبطنة بجامعة عين شمس. دكتور أشرف تحياتي. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. في البداية لازم نفهم الناس يعني إيه بلازما دم، ويعني إيه الأجسام المضادة اللي إحنا بنلاقيها داخل الدم الإنسان، عشان كده إحنا بنطلعها من البلازما. دم الإنسان مكون من خلايا بتعوم في سائل بيسمى البلازما. نعم. هذا السائل إذا كان يحتوي على المكونات اللي بتساعد على التجلطات بنسميه بلازما. إذا تم إزالة هذه المواد اللي بتساعد على التجلطات منه يبقى اسمه مصل. نعم. البلازما في الأشخاص الذين تعافوا فعلا من مرض كورونا، يعني تم إصابتهم وتم شفائهم، فده نتيجة إن أجسامهم أنتجت أجسام مضادة ضد فيروس SARS-CoV-2 أو فيروس كورونا. نعم. وبالتالي هؤلاء الأشخاص بيحملوا في دمائهم أجسام مضادة ضد هذا الفيروس. الحقيقة قامت وزارة الصحة بعلاج بعض الحالات باستخدام بلازما هؤلاء الأشخاص الذين تم تعافيهم فعلا ومضى على تعافيهم حوالي أسبوعين أو أكثر. هؤلاء الأشخاص عندهم الأجسام المضادة اللي بتقيهم أو قدرت انها تقاوم المرض، وبالتالي ممكن استخدام هذه البلازما في علاج اشخاص اخرين
يعانوا من المرض وفي حالات شديدة. نعم. التجربة الحقيقة كانت نتائجها رائعة جدا، لأنه حصل تحسن في أعراض هؤلاء الأشخاص، إلى جانب حصل تحسن في النتائج المعملية، إلى جانب أنه كمان صور الأشعاعات حصل فيها تحسن. طبعا احنا دكتور بنتكلم أن نقل البلازما للحالات الشديدة اللي هي على أجهزة تنفس صناعي، الحالات العادية اللي بتظهر عليها أعراض طفيفة أو متوسطة بيتم علاجهم بالبروتوكول العادي، صحيح الكلام ده ولا هنحتاج البلازما لكل الأشخاص؟ حتى هذه اللحظة التجارب تتم على الحالات الشديدة، لأنه العلاجات التقليدية تستخدم للحالات البسيطة أو المتوسطة أو التي لا تحتاج إلى علاجات مناعية. نعم. علاج بالبلازما هو علاج مناعي متخصص له معايير ومحاذير. نعم. وبالتالي لابد من التعامل مع المعايير والمحاذير اللي يجب اتباعها اثناء العلاج بها. طب هنا هسالك يا دكتور، اسمح لي، تنطبق على المتبرع وتنطبق على ما هنا انا عايز اسالك، هل البلازما بتنفع لكل من كل المتبرعين ولكل المستقبلين اللي هي المحاذير اللي كنت حضرتك بتتكلم عليها؟ زي ما بقول لحضرتك انه لا يجب اتباع القواعد الرئيسيه من معايير ومحاذير الاستخدام. فمثلا بالنسبه للاشخاص المتبرعين لابد ان يكون في الفتره العمريه من 18 ل 60 سنه. كمان مش المفروض انه يكون يعاني اي امراض مزمنه، وبالتالي التبرع بالدم ممكن يؤذيه، الى جانب انه لازم يكون دمه خالي من الامراض الفيروسيه اللي ممكن تنتقل عن طريق نقل الدم او مكوناته زي البلازما. نعم. أنا بشكر. يتم الكشف على هذا الشخص للتأكد من أنه في حالة صحية جيدة ولا يعاني من أنيميا ولن يتم إحداث أي ضرر. طبعا كل دي هي الإجراءات الاحترازية اللي دايما بنتخذها في التبرع العادي بالدم. بشكرك دكتور أشرف عقبة رئيس قسم المناعة والبطنة بجامعة عين شمس، شكرا جزيلا على وجودك معايا. انتقل بكم لمجموعة من تعليقاتنا على همزة ايجي على الفيسبوك، نتابع فيها تعليقاتكم ونشوف متابعينا بيشاركونا دايما بآرائهم، وده جزء مهم من هذه من حلقتنا. أبدأ بمصطفى الخواجة: أرى أن الحملة تمثل واجب وطني على المتعافين من كورونا، لأن الوباء أصبح ينتشر بسرعة رهيبة والأعداد في تزايد، فلابد أن تكون هناك ثقة في قيادتنا الحكيمة لرفع الوباء عن هذه الأمة. حفظ الله مصر من كل مكروه وسوء، أمين يا رب العالمين. ديفيد فايز بيقول: مبادرة تستحق الدعم وتكون مصر أوائل الدول التي أنتجت اللقاح. معايا أكرم حمودة: حل من ضمن الحلول التي تسرع في القضاء على هذا الوباء وزيادة نسب الشفاء، ونتمنى أن يشعر المتعافين بهذا النداء ويستجيبوا، فخير الناس أنفعهم للناس. ربنا يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء. الشكر موصول لأسرة البرنامج همزة وصل، بشكرك وربنا يحفظ مصر وأهلها. نبيل سليمان صابر: يجب أن يكون حب مصر حقيقي وصدق وليس شعارا، نقول تحيا مصر، هناك فئة مستغلة وطماعة وجشعة، التكاتف والتضافر هم في المقدمة، وحب مصر أولا وقبل كل شيء. محمد الطواب إناوي عاشور: نرى مدى أهمية الحملة التي أطلقتها وزارة الصحة لتشجيع المتعافين من الكورونا على التبرع بالدم، هذا تطوعي وتطوعي قومي يعكس مدى الانتماء والوحدة الوطنية وتطور البحث العلمي وإسعاف مريض لسرعة الشفاء، وأن تلك الحملة سوف تساهم في تشجيع المتعافين من فيروس كورونا المستجد بالتبرع ببلازما الدم للمساهمة في علاج الحالات الحرجة من مصابي فيروس كورونا، وذلك بعد نجاح التجربة التي تم تطبيقها في مصر على عدد من الحالات الحرجة في المستشفيات، وأظهرت نتائج مبدئية مبشرة من خلال نسبة تعافي جيدة للمرضى لأي شخص يتجاوز عمره 18 عام. إمكانية التسجيل في فيسبوك كمتبرع، وسوف تصل رسائل من مراكز التبرع بالدم القريبة منه لاستقباله كمتبرع، كما يجب أيضا دعوة الأصدقاء على موقع فيسبوك للتبرع بعد تطبيق إجراءات التحليل من أمراض أخرى أو سيول الدم من المتبرع. العناية للمتبرع يخضع لعدة أسئلة واختبار الدم والفصيلة وغيره. طبعا هنتابع احنا موضوع الفيسبوك ده والتسجيل وغيره، هنحاول نسأل ضيوفنا عليه. معي الدكتور أمجد الحداد مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصر واللقاح. دكتور أمجد تحياتي. أهلا بيك يا فندم، أهلا بحضرتك. طبعا بما أن حضرتك متخصص في الأمصال، يعني فكرة البلازما الدم هيكون هو المصل النهائي أو العلاج النهائي لكورونا، ولا ده مرحلة أولى؟ وإحنا طبعا كل الناس بتتكلم على علاج أكسفورد الآن وكثير من العلاجات المختلفة الأنتي فايرال وغيرها. طيب هو العلاج بالبلازما هو ليس علاجا لفيروس كورونا نهائيا يا فندم، خلاص، وليس لقاحا لهذا المرض. ف
ولكن العلاج بالبلازما هو علاج معطل للمناعه، بيحسن من اداء جهازنا المناعي ضد هذا المرض. تمام. ويعطى في الحالات المتاخره فقط، في الحالات اللي هي الاثر على جهاز التنفس، في الحالات الحرجه فقط لا غير. بمعنى ان هذا المريض الذي دخل في حاله حرجه هو جهاز المناعي لم يستطع مقاومه هذا الفيروس، فادخله الفيروس في مرحله سريريه خطيره. فنقوم بنقل بلازما اللي هو بلازما لشخص متعافي يحتوي دمه على اجسام مضاده تساعد جهاز المناعي لهذا الشخص المصاب داخل المستشفى وتحسن من اداء جهاز المناعي، لا غنى عن الاكسجين، لا غنى عن بروتوكول العلاج، ولكن تنقل البلازما هذا المصاب من حاله سريريه خطيره الى حاله اقل خطوره، تتحسن حالته على هذا النوع من العلاج، ولكن هو ليس علاجا لهذا المرض. طيب يبقى نقط مهمه حضرتك قلت لنا ان ده مش علاج، هو لبعض الحالات الخطيره جدا لجهازهم المناعي، عشان حالات خطيره لحالات اقل خطوره او متوسطه، ومع بروتوكول العلاج يتم شفائهم باذن الله تعالى. تمام كلام حضرتك. تمام. طيب اسمح لي اسالك دايما احنا بنسمع عن الامصال اللي هي اعطاء بعض الحيوانات او اعطاء بعض البشر بعض الامراض المخففه عشان ناخد منهم نستخلص منهم علاجات لهذه الامراض. ممكن الدراسات على البلازما الدم بعد كده تطلع لنا مصل من كورونا؟ الدراسات اللي بتتم في العالم حتى الان هو بتتم على لقاح كورونا وليس مصر لكورونا. تمام. لقاح كورونا ان انا بحاول اجيب الفيروس نفسه، بعرف ترتيبته الجينيه، بعمله اضعاف او بموته وبحقنه لشخص سليم حتى يكون جسمه اجسام مضاده ضد هذا المرض. تمام. هي فكره لقاح الانفلونزا، لقاح الحصبه، لقاحات الالتهاب الكبديه، ان انا بحقن المريض من المرض نفسه ولكنه مضعوف او ميت. حتى تمام. يستجيب، اعمله اثاره مناعيه، يستجيب جهازه المناعي، يصبح هذا الشخص محصنا ضد هذا المرض اللي هو الوقايه من فيروس كورونا وليس علاج كورونا. ان انا اطعم الناس السلام ضد هذا المرض حتى لا يصابوا به، ده فكره اللقاح. نعم. وعايزين ناكد طبعا ان كورونا هو نوع من انواع امراض البرد اللي هي الانفلونزا، وان هو بيتغير تقريبا زي الانفلونزا تقريبا كل سنه. هو احد الفيروسات التنفسيه الثدييه، مختلف كفصيل عن فيروس الانفلونزا ولكنه يسبب مشاكل تنفسيه مثل فيروس الانفلونزا. حتى الان ليس له لقاح لانه فيروس متحور جينيا، يختلف شكله ويتحور العام. حتى الان جميع علماء العالم يتباحثون لانشاء هذا الاثار، وظهر علينا لقاح اوكسفورد له، لانه من الصعوبه انشاء لهذه المجموعات لقاح حتى الان، ولكن هناك نتائج مبشره مثل هذه اللقاحات. وبعض الدراسات وصلت للمرحله الثالثه اللي هي ما قبل تطوير او انتاج هذا اللقاح، واثبتت الدراسات على القرود وعلى بعض التجارب الثريه على البشر فعاليه هذا اللقاح. اتمنى ان يرى هذا اللقاح النور قريبا قبل نهايه هذا العام، ويتم تعميمه يؤخذ كوقايه ضد هذا المرض وليس علاج. اللقاحات تؤخذ لوقايه البشر من الامراض وليس علاجا لها. طيب دكتور امجد، خلينا اعود للبلازما الدم اللي بنستخدمها، في اي موانع يتم استخدام تحظر استخدام هذه البلازما؟ اولا الشخص اللي يتم تبرع بالدم لازم يكون هناك توافق مع الشخص الذي سيتم نقل الدم له. نعم. ثانيا الشخص المتبرع يجب ان يكون خالي من اي امراض معديه مثل الاتش اي في والالتهاب الكبدي الوبائي. تمام. تمام. بعض الناس عندهم لديهم فرط حساسيه للبلازما، هم ممنوعون من هذا النوع من العلاجات. تمام. ده المستقبلين. الشخص الذي يتم نقل البلازما له والشخص النقل للبلازما، لو هناك توافق صحي مناسب او عدم وجود حساسيه من البلازما ودرجه الحاله هي درجه سريريه متطوره، يتم نقل هذا الشخص البلازما. الحالات البسيطة أو المتوسطة لا يتم استخدام هذا النوع من العلاجات، هذا العلاجات متخصص لوزارة الصحة فقط، لا يعمم في أي مستشفيات، بنوك الدم الخاصة بوزارة الصحة فقط التي تقوم بعمل ذلك. تمام. تمام. هذا العلاج أثبت نجاحه للحالات السريرية، نسبة نجاحه تصل 60-70% في معظم الحالات. ماشي، ليس علاجا ولكنه تمام. انا بشكرك دكتور امجد الحداد مدير مركز الحساسيه والمناعه بالمصري واللقاح، اللي اكد لنا ان هذا ليس علاج نهائي بل هو نوع من انواع مساعده المرضى في الحالات الخطيره لتحويل حالتهم من خطيره جدا الى اقل خطوره. وطبعا هناك محاذير كثيره ويتم العمل بها على اخذ هذه البلازما سواء من المتبرع او المنقول اليه البلازما. طب تعالوا نشوف انا بشكرك دكتور امجد، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا. خلونا نسمع راي الاسلام في فكره التبرع بالدم، فكره الحاجه. طبعا لازم
ان احنا نؤكد ان ايضا في بعض الناس عندهم نفوس ضعيفه بداوا يستخدموا حاجه البعض لمثل هذا، احنا مش عايزين نقول عليه علاج، لمثل هذا التطور اللي احنا تلاقيناه، عشان حالات خطيره بدات ناس تعلن على الفيسبوك وعلى وسائل التواصل ان هم متعافين من كورونا، وربما يكونوا متعافين ربما ما يكونوش متعافين، وان هم عندهم استعداد يتبرعوا ببلازما الدم الخاصه بيهم بمقابل مادي، وبدات الاسعار نسمع اسعار 20,000 ونسمع اسعار تانية. لكن فكره راي الاسلام في هذا، معايا دكتور امان قحيف استاذ الفكر الاسلامي المعاصر. دكتور امان تحياتي. اهلا بيك دكتور امان. يعني فكره استغلال المواقف في المرض او في مثل هذه الجائحه، كيف يراها الاسلام؟ والواجب الوطني والواجب الديني على كل متعافي ربما يكون قادر، طبعا احنا هنا بنتكلم على قادر وغير قادر برضه، للتبرع بالدم عشان نطلع منها بلازما تساعد الحالات الخطيره. الحمد لله بما حمد به نفسه في كتابه. الحمد لله. والصلاه والسلام على رسول الله واله واصحابه عليه الصلاه والسلام رضوان الله عليهم اجمعين. ونسال الله عز وجل ان يجري على لساننا ما يرضيه عنا وعنكم وعن مستمعينا. امين يا رب. امين. ونسال سبحانه وتعالى ان يرفع عن مصر كل اشكال البلاء وكل اشكال الغلاء. نعم. وأن يعافي جميع المصريين جميعا لرب العالمين. أمين. والناس أجمعين. أمين يا رب. الحقيقة يا سيدي لابد أن نؤكد على نقطة مهمة جدا. أولا، جسم الإنسان ليس ملكا له على الإطلاق. نعم. الله تبارك وتعالى خلق الإنسان مننا، فنحن بالتالي ملك لله عز وجل، وأجسادنا كلها ملك خالص لله تبارك وتعالى. بالتالي فلا يجوز أن يتصرف في الشيء إلا مين؟ إلا من يمتلك هذا الشيء. نعم. فالله عز وجل هو مالك أجسامنا وهو الذي يتصرف فيها. بالتالي فليس من حقك ولا من حقي ولا من حق أي حد أنه يتصرف في جسده على الإطلاق، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بنفع مادي أو كسب دنيوي فارغ القيمة وعديم المعنى. نعم. الله بس معنى حضرتك، معنى كلام حضرتك هنا ان الانسان ما يتبرعش نهائيا ولا يتبرع طبقا لشروط، يعني حضرتك هنا فرق لي ما بين ان هو قصدك يستفاد مادي، يعني هو ممنوع عليه ان هو يتبرع عشان يستفاد مادي، لكن في حالات اخرى ممكن يتبرع. انتظر معي لحظه. اتفضل. المساله ببساطه شديده، القاعده عندنا في الاسلام ان الله تبارك وتعالى في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. نعم. هذا كلام واضح وحديث شريف متفق على صحته. تمام. والمؤمن للمؤمن كالبنيان. صحيح. يشد بعضه بعضا. اذا مطلوب من حضرتك ان تساعدني وان اساعدك. لكن مش مطلوب من حضرتك ولا مني ان انا اتاجر بيك ولا انت تاجر بي. صحيح، او استغلك وتستغلني. صحيح. بالضبط، هذا هو المفروض شرعا. بل اننا نؤكد مع الازهر الشريف ومع الاوقاف ومع دار الافتاء على ان التبرع نعم بالبلازما واجب. واجب. نعم. يبقى حضرتك متاكد ان التبرع ببلازما المتعافين اللي عنده القادرين، طبعا عشان في ناس عندهم مثلا امراض او غير قادرين على التبرع، القادر واجب عليه. واجب الا في حالتين اثنين. اتفضل. الحاله الاولى ان يكون المتعافى من المرض ده عنده عذر صحي لا يسمح له ان يتبرع. هذا لا يجوز او لا يجوز، يجب عليه ان يتبرع. هذه واحده. الثانيه. نعم. نعم. طيب دكتور خليني اسالك يعني بعض الاسئله اللي بتجيلنا. اول سؤال لازم اساله لك في الحاله اللي احنا فيها، اللي بيبيع البلازما بتاعته او بيعرض البلازما، احنا بنتكلم برضو لان في ناس بتقول احنا هم متعافين وربما يكونوا غير متعافين، او البلازما بتاعتهم او يكون عنده امراض تانية ينقل امراض تانية، لكن هنتكلم في الافتراضية الاحسن ان واحد متعافي والبلازما فيها مضادات وانه كويس وبيبيع البلازما، رأي الشرعي في ايه؟ دكتور امان. دكتور أمان، يبدو أننا فقدنا الاتصال بدكتور أمان، هنحاول أن احنا نتصل به مرة تانية.
يبقى احنا مشاهدينا الكرام زي ما اكد لنا الدكتور امجد الحداد ان بلازما الدم ليست علاج، انما هي مساعدة لبعض الحالات الخطيرة لتحويل حالتهم من خطيرة الى اقل خطورة. معي عبر الهاتف معي دكتور سعيد صالح، استاذ علم سعيد صادق، استاذ علم الاجتماع بالجامعة الامريكية. دكتور سعيد اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك دكتور سعيد. يعني خلينا نتكلم بشكل اجتماعي، طبعا فكرة التضامن الاجتماعي، فكرة ان كنا بنتكلم دلوقتي على التباعد الاجتماعي من ناحية المسافة، لكن نحن بحاجة الى تضامن اجتماعي وتعاون اجتماعي. فكرة تبرع بالبلازما من المتعافين القادرين، ولازم نؤكد ايضا على فكرة القادرين، يعني ما عندوش اي مشاكل صحية ان هو يتأثر بفكرة التبرع او تكون البلازما بتاعته غير صالحة ربما. التعاون في هذا المجال ازاي اقنع الناس وازاي اساعد الناس ان هم يساعدوا غيرهم؟ دكتور سعيد. ايوه حضرتك سامعني؟ دكتور سعيد يبدو اننا فقدنا الاتصال ايضا بدكتور سعيد. انا معاك. حضرتك سمعت سؤالي؟ ايوه انت اتفضل. بص يا سيدي، اول حاجه لازم نعرفها احنا في ازمه يعني عالميه. صحيح. في نفس الوقت في مصر عندنا ازمه نماذج او ناس بتبقى نموذج يتبع. انا كنت افضل ان الاعلام يركز على الناس اللي بتتبرع وبتعمل كلام من ده ويطلعوه منهم ابطال، حتى لو عمل مره واحده كويس جدا نحطه ويظهر قدام الناس فيعرفوا ان الناس في ناس بتتبرع وفي ناس مهتمه وما بتاخدش فلوس مش بتعملها. صحيح. احنا بنتكلم على الفكره عموما، هل واجب عليهم من ناحيه وطنيه، من ناحيه احنا طبعا جبنا راي الدين وقال ان هو واجب دينيا، لكن احنا بنتكلم عليهم من ناحيه وطنيه. في حضرتك قلت لي ازمه مبادئ، في ناس شايفه ان هم في حاجه الى المال ودي زي فرصه بالنسبه لهم، بس طبعا الدين قال رايه ان هو ده حرام. هو طبعا لان يعني اللي هيبقى غني هيدفع والفقير يموت. ما هو برضك يعني اذا كنت اقدر اساعد حد انا مش بعملها على في بعض الحاجات ممكن هتاخد فلوس ما هو تجاره، لكن في بعض الحاجات الثانيه انت بتدي بترد الجميل للي بتعمل لك. في ناس عالجتك مجانا، في ناس عامه وقف ودكاتره او ممكن حد يطلعها زكاه على صحته اللي كانت هتروح وربنا ردها له. بالظبط. فانا بعمل الحاجات دي علشان انه يبقوا فاهمين ان انت زي ما انت انقذتني مره انا المره دي بقدر بنقذك. يعني الـ 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 الحياه هات وخد، ما هو صحيح. مش كل حاجه هاخد وبعدين انا افضل وقت الجد اعمل نفسي مش واخد بالي. ادي اولويه لقرايبك لاصدقائك لمعارفك لجيرانك. انا اذا كنت عايز بدل ما تقول حد بقى لحد غريب. هو دكتور سعيد هي اصلا العلاج هو ده مش علاج زي ما دكتور امجد قال لنا، هو ده نوع من انواع المساعده للحالات الخطيره علشان يخرجوا من حالتهم الخطيره اللي ممكن تكون نهايتها الموت، ونقلل حالاتهم ديت للحالات المتوسطه اللي ممكن علاجها بالعلاج الطبيعي. فهي كمان حتى مش علاج نهائي، بس هي فكره ان انت بتنقذ حياه انسان من الموت. انت هتعمل نماذج ناجحة، واحد اتبرع وتم انقاذ شخص كان ممكن يموت لولا هذا. نعم. الاعلام لما يركز على النماذج الناجحة دي بيدي دافع للاخرين يقلدوه ويبقى هو البطل. ادوله جايزة، يعني نفسي برضك نعمل لهم جوائز، الناس رجال الاعمال يتبرعوا للاشخاص دول اللي عملوا وانهم استطاعوا يعملوا. انا عايز ادي نموذج الناس تبقى مبسوطة منه وتحس انها ممكن تعمل وان الدنيا بخير وان احنا كلنا اسره واحده، مش كل واحد بقى بيتاجر وهتدفع كام عشان الدنيا. يبقى حضرتك عايز تضرب النموذج الايجابي للمجتمع وتحفيز بنوع من انواع الجوائز للمتبرعين واللي تبرعهم جه. طب حتى مش بجوائز ماديه، حتى الاعلام انت لما تطلعني بطل ما هو ده هياثر على جيراني على قرايبي على كل حد، كل واحد يقول لك انا عايز اعمل زيه، انا مش اقل منكم، انا هعمل بطك واتبرع وبدل ما فيش ضرر عليا، ايه المشكله؟ نعم نعم.
طيب خليني اسالك على فكره، احنا طبعا بنتكلم دلوقتي على التباعد الاجتماعي، لكن في ناس اخذت الموضوع بشكل زياده عن اللازم وبقى التباعد الاجتماعي بسبب تنافر اجتماعي. ازاي نعلم الناس نكون دايما متوازنين؟ يعني ايه تباعد اجتماعي ويعني ايه تضامن اجتماعي؟ ازاي في الاوقات دي نساعد بعض ونعامل بعض كويس، اذا كنا زملاء اذا كنا قرايب اذا كنا جيران، من غير ما التباعد الاجتماعي ده، طبعا انت عارف ان احنا شعب عاطفي بطبعه، ففكرة ان هو ممكن يعمل فتور في العلاقات بعد كده. شوف في فرق، يعني حتى صلاح تباعد اجتماعي هو تباعد مادي، تباعد مسافات، لكن مش تباعد اجتماعي. انا لسه برضك قرايبنا واصحابنا زي ما احنا، انا فقط حرصا عليهم وحرصا على نفسي وحرصا على الاخرين بنعمل مسافه لحد ما ايه نخلص من موضوع الفيروس ده اللي بينتقل بسهوله. انا بنقذه وبنقذ نفسي وبنقذ قرايبي وبنقذ كل حد، فهو من ناحيه لازم نركز على الموضوع ده. ايضا الاعلام يلعب دور في الموضوع ده، التكرار في هذا الموضوع واعطاء امثله ونماذج، فالناس بتتعلم بتعرف ان ده مش معناه ان انا خاطبك او ان انا قطعت العلاقات او ان احنا خلاص ما بقاش بينه وبين بعض حاجه. لا، انا بعمل ده حاجه مؤقته. احنا طبعا عندنا عادات قبل الكورونا خاطئه. اللي هي تلاقي مثلا واحد قاعد معاك بالليل طول الليل وبايتين مع بعض، او ما نقابل بعض ثاني يوم الصبح بالاحضان والقبولات. يا سيدي ما انت كنت معايا، ليه الزياده دي، الحماميه الزائده عن حدودها؟ لان حتى من غير الكورونا ممكن تنتقل امراض اخرى. صحيح صحيح صحيح. ونغير بعض يعني العادات الخاطئه اللي احنا ممكن نكون بنرتكبها. الدكتور سعيد صالح استاذ الاجتماع، دكتور سعيد صادق استاذ الاجتماع بالجامعه الامريكيه، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا. عاد الي مره اخرى دكتور امان قحيف استاذ الفكر الاسلامي المعاصر. دكتور امان، يعني عايز اسالك مجموعه من الاسئله اللي بتوصل لنا. فكره احنا اتكلمنا على حرمانية بيع البلازما من المتعافي، لازم نأكد على دي، هل هي محرمة لأي درجة؟ ونوصل الرسالة دي للناس. هو تحرم التجارة، شوف ده زي ما بقول لحضرتك، تحرم التجارة بكل أعضاء الجسم الإنساني. نعم. وبما فيها البلازما بيتوارى أنها من أنسجة هذا الجسم الإنساني. من طبعا. فيحرم إن حد يتاجر بهذه المسألة على الإطلاق. فقلنا ان المؤمن بطبيعته المفروض ان يكون معين لكل البشر. نعم. على الاطلاق، سواء من دينه او حتى من غير دينه. من حيث تمام. لان ربك سبحانه وتعالى قال: ولقد كرمنا بني ادم، فكل ابناء ادم مكرمين. صحيح. ولان المصير مشترك، زي ما احنا شفنا العالم كله اصيب في الصين، كل العالم اصيب. خليني اسالك على موضوع تاني يكون ربما يكون مقارب لهذا الموضوع. وصلتنا مجموعه من الاسئله، الناس اللي بتحب ان هي تساعد المستشفيات في النواقص اللي فيها. في ناس بتسال هل هو من مصارف الزكاه ولا هو من مصارف الصدقه، ويحسبوها ازاي؟ هو احنا اذا اعتبرنا ان المريض هذا في ظروف صعبه جدا، وان هذا المريض يعتبر من الغارمين، لان اكثر المرضى غير قادرين على سداد ما عليه. نعم. هذا يدخل من باب الزكاه. تمام. يدخل من باب الزكاة، يعني يجوز أن تضع مال من أموال الزكاة في مساعدة المرضى عن طريق المستشفيات. طيب يعني هنا احنا بنحدد لو هو هيدفع للمريض بشكل مباشر، مريض هو عارف انه هو غير قادر وهيدفع له يساعده بأدوية أو غيره، تبقى دي من مصارف الزكاة. لكن لو هيودي أجهزة المستشفيات، كمامات، أدوية، الحاجات المستلزمات اللي ناقصة، أدوية، جلافزات، ماسكات، أي حاجة بقى، لو كل ده في النهاية بيصب حضرتك في مصلحة المريض. تمام. كل هذا يصب في مصلحة المريض، بالتالي فإنه يجوز أن تخرج مال زكاة في هذا الطريق. ما فيهاش مشكلة. تمام. يعني أصدرت فتاوى متعددة تفيد هذا المعنى وتنبه للناس أجمعين بصحة هذا الفعل وصحة هذا الأمر. تمام، يعني هو يجوز لو نيته أنه يطلعها من مال الزكاة الخاص به فتجوز، لو عايز يطلعها بنية الصدقة فدي تجوز أيضاً. ما فيش مشكلة في الحالتين. تمام تمام. ويجب أن نتضامن جميعا. أكيد طبعا. يجب أن نتكاتل جميعا في هذه الظروف. نعم. أنا بشكرك دكتور أمان قحيف أستاذ الفكر الإسلامي المعاصر، أكدت لنا على حرمانية بيع البلازما لأن جسم الإنسان غير قابل
للبيع لأنه ليس ملك للإنسان. معي الدكتور نوران فؤاد أستاذ عفوا معي دكتور وائل صفوت استشاري البطنة ورئيس مجلس أمناء صحة مصر. دكتور وائل تحياتي. تحياتي لحضرتك وكل السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك دكتور وائل. يعني طبعا احنا وصلنا مع دكتور أمجد الحداد مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصري واللقاح ان البلازما ليست علاج انما هي مساعدة للشخص للأشخاص اللي حالتهم خطيرة جدا عشان نقلل من خطورة حالتهم. طيب أهمية البلازما هنا لعلاج كورونا لازم نفهم الناس برضو. طيب هو مهم قوي اللي قاله واكد عليه برضو تاني ان هو مش لكل الحالات وان هو تحت التجربة ما هوش نهائي، يعني في نتائج منه لبعض الحالات في بعض المستشفيات في العالم وبيساعد ان هو يقوي مناعة الجسم لمواجهة الفيروس في الحالات الخطيرة اللي جوه المستشفى، مش حد شاكك في نفسه، مش حد شاكك في نفسه من بره. صحيح بالظبط. حالة بسيطة يعني هو تأكد انه هو كوفيد 19 بس ما ظهرتش عليه الاعراض او الاعراض بسيطة او اعراض خفيفة او كلام ده، بياخد بروتوكول العلاج تبع وزارة الصحة وخلاص. لا ويقوي مناعتي. هو موضوع كورونا بيتغلب لو الفيروس لود كتير، لو داخل لي فيروسات كتيرة ولو مناعتي انا ضعيفة، فاقلل الفيروس لود بالماسك وغسيل الايد والبعد عن التجمعات والحاجات دي واقوي مناعتي بالاكل اللي فيه انتي اوكسيدنت مضادات اكسده وزنك وفيتامين سي والحاجات دي، وطبعا النوم كويس والبعد عن القلق والتوتر. صحيح. طيب الناس اللي بتتجه كلها دلوقتي ان هي تاخد مكملات غذائيه مالتي فيتامينز، تاخد زنك، بتاخد فيتامين سي بجرعات عاليه، احنا قلنا الكلام ده قبل كده بس انا عايز حضرتك تاكد على هذا الموضوع. تمام. هو طبعا المشكله كمان دلوقتي كل الفيتامينات اللي اشير اليها والفيسبوك بيكتبها والكلام ده بقت مش موجوده اساسا من كتر الهجوم عليها. المناعه الشخصيه السهله قوي اكل خضروات وفاكهه فيها فيتامين سي زي طبعا الفلفل الاخضر وزي البرتقال والليمون والحاجات دي طبعا، ومضادات الاكسده بصفه عامه، واقلل الدهون، وده هيساعد لي مناعتي وان انا اهدى. يعني قصه التوتر والقلق بتعلي كورتيزول والنوم الخاطئ طبعا بالظبط، والمعلومات وطبعا التدخين طبعا من او التدخين السلبي او الايجابي، كل الحاجات دي بتقلل مناعتنا. ما فيش دواء اقر بما فيها البلازما عالميا، وقبل شهرين ثلاثه كلها محاولات وتجارب حوالي 20 30 دواء وبروتوكول، وما فيش منهم دواء بيقي، ما فيش وقايه خالص غير المناعه، ونقلل الفيرال لود، اقلل دخول الفيروسات بالبعد عن الزحمه، والبس الماسك بالطريقه الصحيحه، واغسل ايديا باستمرار. تمام. ده الحل الوحيد، ده بقلل تعرضي للفيروس، فطبعا بيقلل الفيرال لود او التكون او تراكم الفيروسات. نعم بالزبط. كميه الفيروسات اللي بتدخل. انا بشكرك دكتور وائل صفوت استشاري البطنه رئيس مجلس امناء صحه مصر. وبكده مشاهدينا الكرام تكون حلقتنا خلصت، بس بناكد على مجموعه من الامور، اهمها حرمانيه بيع بلازما الدم من المتعافي إلى غير المتعافي. التبرع حلال وواجب سواء ديني أو وطني. اتنين، إن كما قال الدكاترة بلازما الدم ليست علاج نهائي، فعشان كده الناس اللي خايفة على نفسها أو خايفة إن هي ممكن تعيا أو هو حاسس إن هو عيان ما يروحش يشتري بلازما دم، دي موجودة للحالات الخطيرة فقط لتقليل نسبة خطورتها إلى النسب المعقولة عشان يتم علاجها بالعلاج الطبيعي. الحاجة الثالثة والأخيرة وزي ما كل الدكاترة أكدهم، المناعة الإنسان الطبيعية اللي بناخدها من الأكل الطبيعي وعدم القلق والنوم في أوقات صحيحة من بالليل للصبح وممكن ممارسة الرياضة البسيطة وزي ما قلنا الأكل الصحي، هي دي اللي بترفع مناعتنا، بالإضافة إلى الإجراءات الوقائية من ماسك وغسل إيدين وتطهير الحاجات اللي احنا بنلمسها عشان نقلل تعرضنا للفيروس. دي كانت أهمية حلقتنا النهاردة، دي كانت مجموعة من المعلومات اللي وصلنا لها، وبكده تكون حلقتنا انتهت. هذا هو سؤال حلقة الغد من همزة وصل وهو كالتالي: كيف يسهم قرار الحكومة لتطوير أسواق الجملة في توفير المواد الغذائية بأسعار مخفضة؟ ده سؤال حلقة الغد من همزة وصل. كما عودناكم دائما همزة وصل EG هو عنواننا الموحد على جميع مواقع التواصل الاجتماعي خاصة الفيسبوك. مشاهدينا الكرام انتهت حلقة اليوم من همزة وصل، بنقل لكم تحيات فريق العمل وتحيات حسام الدين عاطف. إلى اللقاء.